مساء النور للجميع، إن شاء الله تكونوا بألف خير وبألف صحة جيدة. مرسي كتير على المشاركة والمتابعة، وشكرا لكل اللي حضروا البث المباشر. السبب إني عم ركز على البث المباشر لأنه الرسائل اللي كانت موجودة في خلال البث المباشر كانت رسائل مهمة وضروري إنه نسمعها لحتى نستفيد ونعتبر، بغض النظر ما هي العقيدة أو الديانة أو الاعتقادات أو الحالة النفسية اللي نحن فيها أو وصلنا لها أو. استوقفني تعليقين، تعليق نزل اليوم على الحب والعاطفة، وتعليق نزل يوم البث المباشر، حابة شارككم معكم، وإن شاء الله هذا الكلام يوصل للجميع. بليز شاركوا بالفيديو لحتى نستفيد من الكلام، والاستفادة اختياري صراحة، في ناس تحب تستفيد في ناس ما تستفيد، الاستفادة هي خيار منقرره. عم بطلع بس على التعليق، عفوا لحظة لحظة شوف أين التعليق. التعليق إجا من سليم أحمد، طبعا البعض منكم بيستعمل اسم ذكوري في سبيل تغطية الهوية، وممكن يكون ذكر أو أنثى، بس بغض النظر مش مهم، أعتقد أنثى لأنه كتبت لي ميزانية، ما كتب لي ميزان. صديقتي الروحية مايا، أول شي بدي أتشكرك. اسمي ميا، ميم يا ألف، وليس ميم ألف يا ألف، يوجد ألف واحدة فقط باسمي. ميا من أسهل الأسماء، ميم يا فيها تكون ألف أو هاء، بس هي ميا، ميم يا ألف. أوكي، الآن وضحنا الاسم. صديقتي الروحية ميا، لا أعلم إلى متى فقط أكتب مشاعري تجاهك؟ هل هي علاقتنا بك جميعا علاقة صداقة أم ماذا؟ أم مصالح شخصية؟ استفدنا من كلامك عن الملك إسرافيل، ولكن لا أحد سيتغير صدقيني، سنبقى بعيدين عن الإنسانية لو كنا نحملها. ما وصلنا إلى هذه اللحظة التي ننتظر بها كلامك كي نعرف من يحبنا، من يغدر بنا، من يكذب علينا، وهكذا. استغفر ربي واتوب اليه. كويس انك استغفرتي ربك وتوبتي اليه، لانك حكمتي على كل الناس وحملتي اثم كل الناس. رح تسأليني كيف؟ رح اشرح لك. لا احد يتغير صدقيني، هذا حكم كبير جدا، اخذتي حمل وذنب فيه كتير كبير، انك حملتي كل الناس انه ما حيصدقوا، ونهيتيهم عن وجودهم وعن فكرهم وعن اختياراتهم الشخصية بما فيهم نفسك. اوكي، شو معنى الكلام؟ رح فسر لك اياه بطريقة افضل شوي الك وللآخرين. لما تقسمي صدقيني، يعني I swear to you، believe me، أنا أعرف، أنا عندي فكرة، أنا الأنا تبعك العالية هيدي حتجرح كتير من الناس هلأ بس يسمعوها، وحتلاقي ردة الفعل ممكن تكون هجوم، ممكن تكون رواء، اللي ما أراها هلأ سمعها. وهذا السبب أنا طلعت أعمل فقرة خاصة، لأنه هيدا الحال اللسان الإنسان، ما رح أقول العربي أو الغربي، مش مهم شو جنسيته من وين إجا، حال الإنسان النقد ودفع الجيد إلى الشر. لما كنا عم نعمل علاج الملاك رافائيل عليه السلام، الملاك قال كلامه، هذا ما كان كلامي، الرسالة إجت حسب الشر اللي عندكم تتلقوا العلاج.
شو معنى الكلام؟ ما هو الشر؟ هو الأسود، هو هالنوع من الدفش، الريفليكشن السيء، إنه ما حدا رح يصدق، رح ننطر الأبراج لنشوف كويس ولا لا، مين بيحبنا مين بيكرهنا، منتهى عدم الثقة بالنفس، منتهى عدم الثقة بالناس. خلينا نفصل إنه أنت بتتابعيني كتير حلو، الكل بيتابعني شكرا. أنا لا أحيا حياتي ضمن الترو مع أني قارئة الترو. أنا اجت فترة من الفترات تركت الترو 15 سنة، وقفت لأنه لقيت أنه الحياة لا تعيش من خلال الترو. أنا ما عم قلك ما تحضري، بالعكس أنا بشرفني تحضري وزيد عدد المشاهدة والحضور وترتفع الأرقام والنسب وما إلى ذلك. إذا بتلاحظوا أنا حتى رقم الاشتراكات عندي ما حطت قدي، لأنه متواضعة قناتي، ليس المعنى بيشوفوا كم ناس اشترت اشتراكات دفعت حقها تمن. لما بتجي بتسمع المحوى الفحوى الرسالة بتلاقيها فاضية. ناس شاطرة بالكلام، بتبيع الكلام، يجذبك الكلام، عند التنفيذ ما بتلاقي تنفيذ، وين الوعد؟ أنا بعطيكي وقت، بعطيكي شكل، بعطيكي كلام، هذا القارئ الروحي. ولكن قال لي حياة لا نعيشها من خلال الترو، الفنجان، التبصير. أين حياتنا اليومية العادية، الأشياء اللي نحن نخلقها، الإبداع اللي نحن نعمله؟ جتك رسالة ملائكية تختاري أن لا تسمعيها، هذا اختيارك أنت. أما تقولي صدقيني كل الناس، تتحملي اسم الناس في كل الدول وكل البلدان، الكبار والصغار والأطفال، هذا ذنب كتير عظيم. أنا طلعت لأنهيك عن هذا التصرف. لازم تكثري من الاستغفار وتطلبي التسامح من هالناس اللي حطيتي عنهم تعليق وقلتي إنه ما رح يصدقوا، ما رح يسمعوا. من أنت أو أنا لنحكم حيسمعوا أو لا؟ أنا أكثر شخص ممكن يجي ردة فعل سلبي إنه لا مو معقول، معقول كيف؟ أما أنت مشاهد لا تحملي الاسم، عم ترفعي من شأني، شكرا إليك. بس أنا أقف متواضعة أمام رسالة ملاك أو ملائكة. أنا لما بعالج بالملائكة، صلي 7 سنين بعالج مع الملائكة، الآن صرت بمكان غير 7 سنين. بالأول كنت عالج، هلأ صرت استلم رسائل، شي بيجي شوي شوي، ما بيجي بوم أوفر نايت بين ليلة وضحاها، بيجي شوي شوي لتحملي طاقتهم، لتحملي زبزباتهم، لتسمعي كلامهم. قلبي كان مفتوح، أوكي؟ عندي أخطاء؟ نعم، أنا إنسان. حتى لما أحيانا بكون عم بحكي موضوع بيتدخلوا بيقولوا لي يا ميا انظري إلى هاي وجهة النظر، هاي بدل وجهة النظر هاي، بعتذر بقول أنا آسفة، أنا إنسان، امرأة، ممكن أنتقد، ممكن أحكي شيء، ممكن أقول شيء بالغلط، سامحوني. بيقولوا لي لا، ما تقولي إنك آسفة، انت عم تتعلمي. بس ما بطلع بقول كل الناس ما رح تسمع، خليني ما اقول هالرسالة. لو بدي افكر مثلك ما طلعت، لو بدي اقول مثلك ما حكيت، لو بدي افكر بهالاسلوب ما تحملت التعب، التنفس والتعب الحضور وتعب توصيل الرسالة وتعب سمع الاعتقادات والآراء وسبب الانتقادات، وما كنت تحملت أي شيء. كنت قلت no I'm sorry، ما رح يسمعوا، وخليني أسوي شغلي. شو بخليني حيد عن خط سير عملي اللي هو بقرأ الترو، بجاوب بلطافة بهدوء، بتصالح مع الناس كلها، وإذا حدا زعجني بعمل بلوك. شفتيني عم بحكي باندفاع، رسالة بدها توصل بقوة. فإذا حسيتي أنت أو أي شخص مثلك لا
لما بتقولوا الكلام عن الناس هو كلامكم، يعني انت اول وحدة رفضت الفكرة او ما بديك الفكرة، انت حرة، it's okay، بس ما تحكمي على الناس وتروحي تشيعي الخبرية. شوفوا، ما حدا رح يرد، ما حدا رح يسمع، ليش هالسلبية، ليش هالعدائية، ليش هالكره لما حبت الناس؟ ما عندي تفسير تاني لهالكلام، مبطن بأسلوب محبب ولكن الرسالة السلبية جدا قوية داخله. بدنا ننتبه وقتا بيطلع الكلام من تمنا، مسؤولين عنه وسنحاسب. حبيت نبهك ونبه اللي عم يقروا تعليقك ويوافقوا معه. كان فيني اعمل لك ديليت او بلوك، بس لا، خلي انت تشوفي وجهة نظر جديدة، حتى لو ما اقتنعتي مش بالضرورة، انا اهلي ما فيني اقنعهم، اوكي؟ العائلة تبعي انا ما فيني اجي اقنعها الا اسمعوا هالفيديو واقتنعوا فيه واعملوه، ما دوري. انا بعرض الفكرة، مشاريع التجارية كيف بتبلش حبيبتي؟ تعرض الفكرة، بيجوا مستثمرين، بيطلع البناء، بينجح المشروع او بيفشل، هذا لا يختلف سوى انه دعوة من الله. ما منشوفه، لا نراه، الدين روحي، الله روحي، الملائكة روحي، بعض مننا عنده القدرة يرى، مثل ما شفتوا النور والضوء هديك اليوم، يمكن هلأ في نور كمان لأني ما حاطة شمعة، ما استلمت الرسالة دغري طلعت، جايز كون استلمت الرسالة بدون ما أعرف. فهذه الأمور روحانية، أنت بدك شيء عملي، مين بيحبني مين بيكرهني، هذا عمل لي هذا سوالي، لا تزالي في الذبذبات الدنيوية، صعب تصعدي إلا إذا تقبلتي وقلتي أنا سأصعد. شو قال ملاك رافائيل؟ قال اللي بده يتلقى العلاج رح يتلقى، وقبل ما يعطوا علاج بيسألوا هل تريد؟ ما بيجيبوا عليك هيك تعالي خدي هالعلاج، نو. في ناس تسألني شو هو العلاج؟ علاج شو؟ علاج شو؟ علاج روحي وجسدي وجسماني، واي تعب عندك او اي مرض. ناس حست براسها، ناس حست بايدها، ناس حست مناطق وجع كانت موجودة ما كنت عم تحس فيها. لما بتجي بتحطي المي بتشربيها اثناء ما عم بعالجك الملاك، غير لما انا بشرج لك اياها بالطاقة. شو نعمل بالمي؟ شو نعمل بالمي؟ just drink the water. المي نور وبرد وسلام، تنزل بجسمك، تغسل، تغسل كل شيء لازم تكسره من شرب الماء. فهذا التعليق صراحة بده إعادة نظر، أوكي؟ والشخص اللي حط التعليق هو بحاجة لإعادة نظر وترتيب حياته. أنا واثقة أنه بحياتك ما في شيء منظم ولا مرتب، لا عاطفي لا اجتماعي لا مالي، لأنك فاقد الأمل نهائيا وخايفة حتى أنك ما تسيطري على كل يوم لتوصلي لتكمشي وضعك بإيدك. ما هي نوع من السيطرة، بدي سيطر على اليوم، شو حيصير اليوم، شو حيصير بكرة، كيف هيك، بدي أعمل هيك. لا، ما عم تعيشي مع الواقع، ما عم تتقبلي التغيير، فبالتالي أكيد حياتك صعبة. وأنا بفهمك من خلال هالتعليق، بس نصيحتي لألك وكل اللي بيوافق معك، غيروا فكركم تتغير حياتكم. هذا التعليق الأول. التعليق الثاني خلينا نشوفه مع بعض. هذا التعليق لما قريته حضور الملائكة لا يزال موجود، قريناه مع بعض، لهو روان بتقول، رح اختصر أنا لحفوت من عند، بحترم شخصيتك المؤثرة كتير لأنها مؤثرة تجبر الآخر على احترامها، بحب نصايحك توقعاتك. ست مايا، أنا دلو، ظلمت كثير والأمور المادية متعسرة ملخبطة، أما الظروف الشخصية انعكست على البيت وأولادي وطاقتي ونفذت، ونفسية أصبحت صعبة، بحاول مظهر الشيء وأخرج أولادي عن اللي هم فيه، وحدث انفصال لابنتي، كيف أجذب الطاقة الإيجابية ليهم وأخرج طاقة سلبية؟ بليز ساعديني ولك جزيل الشكر. جواب الملاك رافائيل كان، أنت تجلبي الطاقة السلبية، عليك بعمل عدة أشياء، تغيير أساس بيتك،
مش بالضرورة تبيعي، تغيري السيت اب تبعه، ترتيب طاقتك، ترتيب بيتك، التعلق بالإيجابية، رفع الفكر إلى الناحية الإيجابية. لشوف إذا سجلتن على الورقة، لشوف إذا بقدر ألاقي لك الجواب تماما. نعم سجلت لك إياهم خاص، لأنه الجواب كان أنت تجذبي السلبي لأنك تسألي عنه. النقطة الثانية كانت الأقدار، الإنسان هو بيحدد أقداره ولكن الأقدار تتغير. النقطة الثالثة كانت اسألي الله أن ينزل نوره ورحمته عليك ويسعدك. والنقطة الرابعة تغيير بيتك. والنقطة الخامسة كانت الحزن لا يدوم. بتأمل إنه أنتي وكل الأشخاص اللي عم يحضروا هالفيديو يستفيدوا منه. أي نعم هو فيديو قصير وقليل، ولكن اضطريت أطلع أقوله بسرعة لأوصل الرسالة. شكرا كتير لكم، بحبكم كتير. بليز اتركوا تعليقاتكم الإيجابية فقط تحت الفيديو. اللي عنده استفسار للملاك رافيال أو عنده سؤال للملاك رافيال، أسئلة الملاك رافيال هي ليست فلان يحبني أو فلان يتزوجني، هي أسئلة أعمق من هيك بكتير. ممكن وصلها وأعملكم حلقة خاصة. شكرا كتير لكم، تصبحوا على ألف خير.